تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة. كرمت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في مسرح المجاز المؤسسات الحكومية والأفراد الفائزين في فئات دورتها الرابعة بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام ومعالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وعدد من كبار المسؤولين. تكريما وتثمينا لجهود الأفراد والمؤسسات، يأتي حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي المتزامن والمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، فبحضور لفيف من الإعلاميين والمهتمين وضيوف المنتدى أعلن عن أسماء الفائزين بالنسخة الرابعة من الجائزة. قد يختلف حفلنا هذا العام كونه يجمع بيننا نخبة جديدة متميزة من دول مجلس التعاون الخليجي الذين نفخر بإنجازاتهم، وتشكل مشاركاتهم إضافة قيمة لإنجازات إخوانهم من أبناء. أما عن الفائزين بفئات الجائزة الأخرى، فقد نالت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق جائزة أفضل ممارسة اتصال حكومي على مستوى الإمارة. أما دائرة الإسكان بالشارقة حازت جائزتين، أفضل موقع إلكتروني حكومي وأفضل متحدث رسمي على مستوى الإمارة، في حين ذهبت جائزة أفضل استراتيجية اتصال حكومي على مستوى الدولة ذهبت لوزارة شؤون الرئاسة الأرشيف الوطنية. وفئة أفضل تفاعل للاتصال الحكومي عبر شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى دول مجلس التعاون ذهبت لمؤسسة محمد بن راشد المكتوم للمعرفة.